يوم الأحد الماضي وأنا أشاهد مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد، نلاحظ أن مانشستر يونايتد رغم أنه مغلوب 1-0 اللعب كان مستمر إلى آخر دقيقة في المباراة، وأيضا ليفربول رغم أنه فايز 1-0 استمر في هجومه إلى آخر دقيقة في المباراة، بل حتى كما شاهدتم محمد صلاح أحرز هدفه في الدقيقة 93. وده بيفتح سؤال كبير جدا على اي حد مشاهد مباراة كرة القدم الاوروبية. الفرق سواء المغلوب او الفائزة بتلعب لحد اخر دقيقة في المباراة الى حين ان يصفر الحكم، حتى لو مغلوبة 2 أو 3 أو 4. في سؤال مهم جدا، من اين يأتون بهذه الدافعية؟ احنا منتخباتنا او فرقنا اذا جابت جون بتنام عليه، والفريق اللي اتغلب ب2-0 في الشوط الاول بيعتبر المباراة انتهت بالنسبة له. لماذا الفرق الاوروبية بتلعب لحد اخر لحظه وحد الى اخر دقيقه في المباريات؟ المعنى اللي في ذهني انا كمثقف ومهتم بدرجه ما بالشان الرياضي، طبعا مش زي المحترفين امثالكم والاهتمام بالاخبار الرياضيه يوميا، لكن انا بشوف الفلسفه وراء هذا الامر. اعتقد المعنى المهم جدا اني لو نلاحظ في تحليلات المباريات الاوروبيه يجيب لك مثلا تحليل اسرع لاعب في المباراه، اكثر لاعب صنع اهداف، أحسن حارس مرمى تصدى لضربات الجزاء، أحسن جمهور شجع في هذه المباراة، الهدف جاب القدم اليمنى ولا القدم اليسرى، هذا الهدف رقم كم لهذا اللاعب. المعنى المهم جدا أن فوز الفرق معاه في نفس اللحظة فوز الأفراد، يعني كل فرد نجاحه في المباراة محسوب حتى لو فريقه اتغلب، يعني نجاح الفريق من نجاح الأشخاص، ونجاح الأشخاص لا يتعارض مع نجاح الفريق، يعني كل فريق حريص أنه يحصل على أكبر مكسب. ممكن تجد فريق في الدوري الإنجليزي يعني خسر الدوري الإنجليزي لكن عنده لعيب هو هداف الدوري الإنجليزي. فالمجتمعات الغربية والفرق الرياضية مبنية على فلسفة الكل يكسب، يعني ما فيش حاجة اسمها واحد يضحي من أجل الكل أو إحنا نضحي من أجل الوطن ولا نخرج بأي فائدة، لا، أنت بتضحي وتحصل على فائدة والنادي يحصل على فائدة. فأعتقد الفلسفة بتاع المجتمعات الغربية فكرة الفردانية أو الفردية مع الجماعية، يعني فكرة الواحد ينسحق عشان الكل أو شمعة تحترق ليضيء الطريق للآخرين مش موجودة عند الحدة الغربية. لا، أنت فوز واكسب ووطنك يكسب ومجتمعك يكسب وحزبك يكسب. لذلك مثلا الحركات الإسلامية والأحزاب اللي بتقوم على أن الفرد يتماهى في المجموع وينسحق من أجل الجميع غالبا ما تفشل هذه التجمعات. فأعتقد المشهد الكروي الجميل اللي هو في النهاية مشهد أيضا اجتماعي، إننا إذا أردنا أن ننجح في مشروعاتنا وفي مجتمعاتنا وفي أعمالنا وفي أسرنا وفي بيوتنا، انجح وخلي أفرادك في الأسرة ولادك ينجحوا ويشعروا أنهم صنعوا شيئا وأنهم يحبون أن ينتمون إلى هذا الفريق أو هذه الأسرة أو هذا الوطن. أما التضحية للتضحية والفناء من أجل الجميع أعتقد محتاجين نراجع شوية ونلتقي في مباراة أخرى وفي فكرة أخرى. وصباح الفل على الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.